السلام عليكم، شلونكم؟ الاخبار الامور؟ طبعا هسه جيت جراج، هذا مختص للمعدات الثقيلة، يعني تايرات، يغيرون تايرات ويسوون ميزانية وبالانس كل المعدات الثقيلة الهيفي ديوتي. هسه اني دخلت التراك هنا، هذا التراك مالتي، رجعته على الميزان على الجك، راح يبدي يشتغل يسوي له الاينمنت. طبعا يكلف $400 او اقل يمكن شوية، وتقريبا 3 ساعات ونص. قال لي انا ما لي علاقة، الشركة هم ماخذين موعد، بس هو هيك قال لي، يعني هاي قال لي تقريبا 3 ساعات ونص. قلت له عادي. ف هذا الجراج مال الهيفي ديوتي، عندهم بابين وعندهم الظهر هناك هم بابين للسيارات الصغيرة يعني، بس هاي مال التراكات الهيفي ديوتي. ف مثلا هذا الجاك مالته، هذا الجاك مخصص لهذا، يعني هذا التراك مالتي اللي اسوقه هو وفاضي 14 طن. فتخيلوا هذا الجاك راح يرفع هذا التراك 14 طن. طبعا الجراج عندهم كل انواع التايرات هنا بكندا. شي يسوون هسه هذا تاير مو انتهى مفعوله، وهاي شي يسوون؟ يسووا له اعاده، هذا الكفر ريبير، يعني الشركه يرجعون يسووه. طبعا انه يخلعنه بسرعه، مثل هذا او مثل هذا، شوفوا شلون طبقة هاي كلها يجددوا التاير. طبعا التايرات الامامية ممنوع، يعني هسه هاي التايرات مالتي الامامية اصلية، ما يصير يسووا لها هذا الربير، لان خطر اذا طق خطر. فلذلك بس التايرات الخلفية، مثلا هسه اني بالتراك وكل التراكات، هذا شوفوا ذا واضح، او هذا شوفوا هاي الطبقة ذا، شوفوا ذني يستهلكن هن، فيسوون هن اعادة كفر. لي ورا مو مشكلة، بس بالامامي لا، لازم تخلي تاير مثل هذا، يعني تاير اصلي. انا طبعا عندي ذن التايرات مو زينه، ماكولات من جوا، اذا تشوفون هذا كله ماكول من جوا ومن يعني من الحواف، هذا ماكول من برا والتاير الثاني ماكول من جوا، لانه يراد له ميزانيه وما سويناها. طبعا هاي التايرات اللي عندهم، هاي المخازن مالتهم، كل انواع واحجام التايرات. هاي ماكينة يصلح يسوي لها ريبير، مثلا اذا زرف بالتاير البنشر، شوفوا صراحة أنا ما أدري إيش دا يسوي، بس هذا التاير هو شكله جديد، وهذا التاير أمامي يصير يعني أصلي مو معاد هذا، فما أعرف يمكن دا يسوي بنشر أو زروف ما أدري.
طبعا ده يرفعه بس 17 طن، ما يقدر يرفع للاخير يعني السقف. طبعا هاي ثبتها ومربوطة على الجهاز على الكمبيوتر، وثبتها هناك على التاير الخلفي، ثبت واحدة هناك وهاي الثانية هنا همين على التاير، وراح يعدل الالايمنت. طبعا هاي الكمبيوتر وهي وايرلس يعني. طبعا هي هاي التقنية قديمة، بس هاي لأنه تراك، بس السيارات العادية لا، اكو ماكينة تختلف يعني متطورة عندهم. هسه اذا اروح اتمشى راح اشوفكم. طبعا هسه خلصت، استلمت التراك، كان هناك بالجراج سوالي الالايمنت الميزانية، فعندي ذني التايرين الاثنين طالعات 4 درجات، وذنيك الثانيات الصفحة الثانية داخلات 4. طبعا هذا التاير انا لان لازم السائق هو ينتبه ويسوي انسبكشن، ف كنت انتبه التاير يتاكل من هنا من الداخل هذا والورا، وذنيكه يتاكلن الصفحه الثانيه يتاكل شويه من هنا قام يتاكل، فحسيت يراد لميزانيه، فسويت بالسبكشن اريد الاينمنت. من جهه فعلا والله الالاينمنت مختلف يعني. ف ايش لقى هذا عندي الدبلات الشوك، يعني هذا الشوك، هذا الشوك، هذا الورا عندي مو زينات، قال لي ذني يسوون سبب يعني اللي يختلف الالايمنت. وطبعا اكيد هو مو بس هذا السبب، احنا نشتغل كله بالحفر والنقر وبالمواقع يعني الحجرية، فهذا طبيعي لازم كل سنة او كل سنتين تسوي الالايمنت. فهسه راح اطلع اروح ابدل الشوك هذا اذني. شوفوا الدهن الجوة، هذا الدهن، هذا هنا ذاب دهن، فهسه راح اروح ابدلهن اثنينهن. وتحياتي وسلامي للجميع.